عليكم. بنهاية عام 2020 تتمم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عامها الخامس، فمنذ استحداث الوزارة في سبتمبر 2015 وفي إطار خطة استراتيجية للدولة وضعت المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، كان للمصريين في الخارج نصيب أساسي من هذا التوجه. وبفضل رؤية القيادة السياسية والجهود الدؤوبة لسيدة تقلدت هذا المنصب منذ استحداثه، استطاعت على مدار 5 سنوات من العمل بكفاءة أن تكون حلقة وصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، بعد أن لمسوا تغيرا حقيقيا في توجه الدولة نحوهم بمزيد من الاهتمام. وأظهر هذا جليا بعد أن غزت جائحة كورونا العالم. وقتها تيقن المصريون في الخارج أن وطنا عظيما يقف إلى جوارهم، فاستحقت أن يمنحها المصريون المغتربون لقب شخصية العام. معنا ومعكم في هذا اللقاء معالي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مرحبا بك معالي الوزيرة في هذا اللقاء، وشكرا على وجودك معنا. مرسي، أشكرك، شكرا جزيلا، شرفتونا. عام سعيد على حضرتك، كل سنة حضرتك طيبة إن شاء الله. معالي الوزيرة، بداية لقد كان عاما صعبا على العالم كله بسبب ظروف الجائحة، تابعنا معكم أزمة المصريين العالقين في الخارج وقت الموجة الأولى، تابعنا أيضا خطة قائمة على التنظيم، على الشجاعة، على العمل بشكل دؤوب وكفء. استطعتم أن تديروا الأزمة في الموجة الأولى والآن تديرونها في الموجة الثانية، على ما استندتم في خطتكم في التعامل مع الموجة الأولى، وأيضا ماذا تقدمون فيما هو آت؟ هو يعني زي ما حضرتك ذكرتي، هو توصيل الرسالة المهمة للمواطنين في الخارج أنه مصطلح رعاية الدولة للمصريين في الخارج بيأتي خصيصا في الأزمات، وعشان كده كان تحرك وزارة الدولة للهجرة في أزمة العالقين الأولى مرتبطة ارتباط وثيق بتلبية احتياجاتهم بالعودة مرة أخرى إلى أرض الوطن. والحقيقة اقترحت وزارة الهجرة على دولة رئيس الوزراء تشكيل لجنة مكونة من الهجرة والخارجية والصحة والتضامن والطيران والتعليم العالي، عشان كلنا نقدر نشتغل مع بعض تحت قيادة دولة رئيس الوزراء بعودة هؤلاء العالقين. ومصطلح عالق ما كناش نعرف يعني إزاي نشرحه، صحيح. وكان مصطلح جديد جدا على المجتمع المصري، فكان لابد من شرح من هو العالق والشرائح اللي احنا قسمناها. الحقيقة كان نجاح للدولة كلها إن هي ترجع أكثر من 80,000 مواطن من كل أنحاء العالم. بالتأكيد تكليف القيادة السياسية برعايتهم، وإزاي إنه في دول أخرى في ظل هذه الجائحة الحقيقة اعتذرت لمواطنيها عن استقبالهم، صحيح. بينما مصر بكل التحديات اللي بتواجهها الحقيقة استطاعت إنها تعيد هذا العدد الكبير، والحقيقة كان له رد إيجابي قوي جدا إنه إزاي الدولة مهتمة بتلبية احتياجاتهم في ظل هذه الأزمة. إنما دلوقتي إحنا حاليا في بنشتغل في الجولة الثانية أو الأزمة الثانية للعالقين، وهي بتنحصر الحقيقة في العالقين من المصريين من شريحة العمالة البسيطة اللي كانوا بيشتغلوا في الكويت، والحقيقة سمحت لهم الكويت إن هم يرجعوا مرة أخرى إلى مقار عملهم، ولكن شريطة أن هم يكونوا يعني يعبروا عبر دولة وسيطة زي الإمارات، زي سلطنة عمان، زي تركيا، زي إثيوبيا. المواطنين دول يعني باعوا اللي قدامهم واللي وراهم عشان ياخدوا هذه الرحلة للإمارات، يقعدوا فترة الحجر الصحي، يعملوا البي سي آر التحليل المطلوب حتى يتمكنوا من تلبية اشتراط دولة الكويت الشقيقة ان هم يدخلوا مرة تانية. ولكن لظروف طبعا ولقرارات سيادات الدول اللي احنا بنحترمها اغلقت الكويت مطاراتها ومجالها الجوي، فطبعا أسقط في يد هذه الشريحة اللي تتعدى يمكن 2000 مواطن على أرض دولة الإمارات. ولازم أشكر دولة الإمارات الحقيقة لأن هي مددت الإقامات لهؤلاء العراقيين شهر بدون أي غرامات نقدية أو بدون تكلفة. إنما إحنا بنحط مكاننا مكان هذا المواطن، إزاي إن هو موجود في دولة مش قادر يتكفل بالفنادق تكلفتها لغاية لما الكويت تفتح أبوابها مرة أخرى،
عشان كده كان لازم ان احنا نشتغل بمبادره خلينا سند لبعض في الخارج، اللي فعلتها وزاره الهجره او نظمتها في ازمه العلاقين الاولى، وابتدينا ان احنا نشتغل مع كل يعني رجال الخير ورجال الجاليه المصريه في الامارات عشان نقدر نساعد ان احنا نحفظ كرامه المصري العامل البسيط المتواجد على ارض الامارات، ان هو يقعد في مكان لائق. والحقيقه في ايضا سيدات، يعني في اسر ما اقدرش ان انا يعني اشوف اسره بتسيب فندق مش لاقي حته ان هي تقعد فيها بس علشان ان هي امكانياتها الماديه لا تسمح. عشان كده كان في شغل مع ابناء الجاليه، كان في شغل مع مؤسسه مصر الخير مشكور دكتور علي جمعه، كان في ايضا شغل مع بنك مصر. يعني كل الجهود اللي قدرنا ان احنا نساعد بيها هؤلاء المواطنين، انا بعتبر ان وقفه الدوله مع المواطنين في الخارج امن قومي، أمن قومي، لأن أنا بحافظ عليهم، ما بعرضهمش لأي أفكار سلبية عن دولتهم، يشعروا أن دولتهم واقفة جنبهم. دي الرسالة الحقيقة اللي كنت بحرص أنه أنا حتى لو بجهود ذاتية أن أنا أعملها. وبالتأكيد امبارح سمعنا الخبر السعيد أنه الكويت الحقيقة فتحت أو ستفتح أبوابها يوم 2 يناير لتعاود الرحلات مرة أخرى، فبنشكر دولة الكويت. والنهاردة كان في لقاء مع رئيس قطاع الشركات السياحية مع مساعد وزير الهجرة، وبالتنسيق طبعا مع معالي وزير السياحة عشان نقدر أن إحنا خطة إجلائهم بقى من الإمارات للكويت مرة أخرى. طيب معالي الوزيرة، تدعمين كل ما هو مصري لغة وثقافة، شخصية، تراثا وتقليدا، وواحدة من أهم المبادرات اللي شهدتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في عام 2020 هي مبادرة اتكلم عربي. هذه المبادرة الذي كان هدفها ليس فقط تعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الرابع والخامس أو السادس للمصريين في الخارج، ولكن أيضا فكرة الربط الثقافي ما بين هذه الأجيال التي ربما كثير منهم لم يزر مصر منذ طفولته وولادته، وأيضا تعريف الشخصية المصرية وتنمية الهوية المصرية بداخلهم حتى وهم بعيد عن أرض الوطن. حدثينا أكثر عن هذه المبادرة. يعني أشكرك على السؤال، لأنه البعض بيعتقد أنه مبادرة اتكلم مصري هي مبادرة لمحو الأمية، إنما هي بالتأكيد مبادرة هامة وطنية. أخذنا أو حصلنا على الرعاية الكريمة للسيد رئيس الجمهورية لهذه المبادرة. إحنا بنتكلم عربي، إحنا مصريين بنتكلم عربي، بنحافظ على مبادئنا، تقاليدنا، عاداتنا، الشأن الداخلي، قبول الآخر، التعايش السلمي، كل ما يتعلق بالشخصية المصرية في مبادرة اتكلم عربي. والحقيقة ابتدينا إن إحنا أول مرحلة نشتغل، طبعاً يعني هذه المبادرة موجهة لأبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، لأنه هم منفتحين بالتأكيد على ثقافات مختلفة، وإحنا بنرحب بكده، بيكلموا لغات أجنبية بالعكس، يعني بنرحب أيضا بكده، ولكن أنا مش عايزاه ينسى العربي، مش عايزاه ينسى هويته المصرية. من ضمن الحروب اللي الدولة بتواجهها والتحديات، حروب طمس أو حرب طمس الهوية، وبالتأكيد أن اللغة جزء أساسي من الهوية المصرية. صحيح. عشان كده اتكلم عربي هي مبادرة بتهدف في الأساس إلى ترسيخ جذور الهوية الوطنية والانتماء والولاء للدولة بكل ما تحمله الكلمة. أول مرحلة اشتغلنا فيها هي مرحلة التوعية، يعني إيه مبادرة اتكلم عربي وماذا تهدف. والحقيقة كان في تفاعل كبير جدا جدا، أكيد حضرتك شفتي على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. على منصة تيك توك اللي استخدمناها الحقيقة أيضا، لأنه هذه المنصة الكثير من الشباب والأطفال متفاعلين عليها، فقلنا لابد أن احنا نستخدمها. كل الفيديوهات اللي حصلت للتوعية ابتدى يحصل هذا النوع من التفاعل، والحقيقة ابتدت الناس تشعر بجرس الإنذار، جرس الإنذار أنه لا، احنا لابد ان احنا نحافظ على لغتنا وعلى هويتنا. زي ما قلت لحضرتك هي موجهه للخارج، انما اكتشفنا ان هي ايضا مطلوبه في الداخل. كل اولادنا سواء في المدارس الدوليه او سواء في الجامعات الدوليه، هم عايشين على ارض دوله ولكن هم بيكلموا بلغات اجنبيه، رافضين ان هم يتكلموا عربي، وفي نفس الوقت يعني بيتفاعلوا بثقافات أجنبية. فعشان كده كان جرس إنذار أيضا للأسر على أرض الدولة المصرية إن هم لازم يشجعوا. والحقيقة لازم إن أنا أشيد بالطفل ميسر،
دافرة ميسرة اللي حصل على يعني جائزة شخصية العام في النمسا، وسلمه المستشار النمساوي هذه الجائزة. سعدت جدا أنا لما كلمت ميسرة وعرفت أنه هو مولود في النمسا إنما محافظ على العربي بتاعه وبيتكلم، فعشان كده خلينا حتى ميسرة هو سفير لهذه المبادرة الرئاسية. أيضا في مبادرة اتكلم عربي تعاملتم مع وسائل غير تقليدية، كان هناك لقاء مع الفنان محمد صبحي يعني بوصفه أحد الرموز الفنية الذي كان له عمل درامي مهم كان بيأكد على مفاهيم الأسرة المصرية. حدثينا أكثر عن شكل التعاون الذي سيدور بينكم وبين الفنان محمد صبحي. الفنان محمد صبحي طبعا فنان كبير ولسه محتفلين بخمسين سنة على مسيرته الفنية. الحقيقة تواصلت معاه وزورته في مدينة سنبل وكلمت معاه على هذه المبادرة، والحقيقة هو كان يعني مشجع جدا ليها، وكله تعاون ان هو يعني ينسق معانا انه يشتغل في هذه المبادرة. بالتأكيد ان مسلسل يوميات ونيس اللي عمله الفنان محمد صبحي مسلسل حقيقة بيتكلم بهدف تربوي واحترام للكبير والتعاليم بتاعتنا والتقاليد والعادات صحيح. والمبادئ، عشان كده يعني مبادرة الكلام عربي فيها جزء خاص بأولياء الأمور مش بالأطفال ولا بالشباب، لأنه الكثير من أولياء الأمور في الخارج، مش عايزة أقول كلهم لأنه لازم الحقيقة أثمن على العائلات المصرية في الخارج اللي بتحرص أنها تتكلم عربي داخل المنازل وبينموا الحقيقة اللغة العربية عند أولادهم. أنا بكلم على الشريحة الأخرى اللي هي يمكن بتتساهل يمكن بتتفاخر، لابد أن احنا نحذرهم أنه الولاد هيفقدوا هويتهم. هنا بيجي دور الفنان محمد صبحي بطريقته في يوميات ونيس، بيتكلم مع الأسر في برنامج احنا بنحضره له، بيظهر وبيدي كل هذه الإرشادات والتوجيهات لهم. طيب طالما حضرتك يعني بنتحدث عن الوسائل الخارج الصندوق، ضرورة التحدث عن قوة مصر الناعمة، القوة الثقافية، القوة السينمائية والدرامية، كانت لكم أيضا يعني تجارب في هذا الإطار ويبدو أنها أتت بالفعل بثمارها عندما ترجمت الحلقات الرئيسية من مسلسل الاختيار، هذا العمل الملحمي الوطني بالمقام الأول، إلى لغات الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، وفيلم الممر أيضا باللغتين الإنجليزية والفرنسية. إلى أي مدى لمستم تأثير مباشر وقوي على الفئات المستهدفة اللي حضرتكم من أجلهم ترجمتم هذا العمل، وساعدكم أيضا في خطة تأكيد الهوية المصرية؟ بالتأكيد محدش يقدر ينكر أن مسلسل الاختيار هز الشعب المصري في الداخل، وكان بالتأكيد أيضا رسالة للمصريين في الخارج، خصيصا عشان كل الأفكار السلبية وكل الأفكار الكاذبة اللي مش بس بتتقال على مصر إنما بتتقال أيضا على الجيش المصري. ما كانش ينفع إن أنا أفوت هذه الفرصة، إنه زي ما أثر فينا إحنا على أرض الدولة المصرية لازم كنت أبعت لهم هذه الرسالة الوطنية، مش ليهم بس ولكن لأولادهم من الجيل الثاني والثالث. عشان كده حرصت إن أنا أترجم آخر حلقتين من هذا المسلسل، لأن هو فيه يعني بيضم ملخص للمسلسل، وفيه عايز أقول بالنسبة للأولاد بيشدهم لأن الأكشن كله بيحصل في آخر حلقتين. مش قادرة أقول لحضرتك التأثير كان كبير قد ايه، مش بس من اولياء الامور ولكن من الاطفال اللي كلهم عايزين ينزلوا الجيش وعايزين يقابلوا يعني حتى الفنان اللي عمل هذا المسلسل. انا حرصت ايضا في مسلسل الاختيار للجيل الثاني والثالث انه ابن الله يرحمه احمد منسي كان معانا في المعسكرات اللي بعملها لابناء الجيل الثاني والثالث او الرابع والخامس، في المعسكرات اللي بعملها في الصيف كنت قبل جائحه كورونا للاطفال، وفي المعسكر ده كنا بنجيب كل الاطفال من كل انحاء العالم وبجيب اولاد الشهداء، وكان من ضمنهم الطفل ابن محمد المنسي. الولاد بيلعبوا مع بعض وبعدين بنزل انا في يوم وبخلي اولاد الشهداء يعني قاعدين جنبي على المنصه وانا بكلم الاولاد وبسالهم تفتكروا الولاد دول قاعدين جنبي ليه؟ فكله طبعا اطفال فبيقولوا ده يعني مثلا كسب المسابقه الجري كسب كده، فبشرح لهم بقول له ده يعني فقد والديه او والده علشان انت تبقى مطمن على بلدك في الخارج. فالرسالة الوطنية كانت حتى من أبناء الشهداء قوية جدا. فلما شافوا مسلسل الاختيار قدروا كمان ابن محمد
منسي لما شافوه، احمد منسي لما شافوه في المعسكر، فكان يعني كان عايزه اقول ايه، كملت لهم الصوره الذهنيه المطلوبه. فيلم الممر بالتاكيد ايضا من الافلام الوطنيه الكبيره اللي اثرت فينا كلنا، وكان لابد ايضا ان انا يعني اتعاون مع الشركه المنتجه عشان نقدر ان احنا نترجمها لهم، وبالتاكيد كان ليها ايضا رد فعل قوي جدا في الخارج. فكره زي ما حضرتك قلتي، تصحيح الافكار المغلوطه، تقديم الصوره الحقيقيه لحقيقه ما يدور في مصر، لمواجهه الافكار المغرضه سواء كانت من مؤسسات، من انظمه، من دول او حتى افراد، لتشويه حقيقه الاوضاع داخل مصر، هو دور مكمل لوزاره الخارجيه بالاساس في هذا الاطار. أيضا خطتكم في هذا الإطار على ما ترتكز؟ بالتأكيد أنه إحنا بنعتبر المصرف الخارج، أو الدولة بتعتبر المصرف الخارج قوة الدفاع الأول، أو قوة الناعمة للدفاع عن الدولة المصرية في الخارج، لأنه الحقيقة كل الجاليات المصرية، كل الشباب معرض لهذه الأفكار السلبية والأفكار الكاذبة، وأيضا لاستقطاب فكرهم حتى بأفكار تكفيرية أو أفكار مضادة لاتجاهات الدولة. عشان كده حرصنا أن إحنا نعمل برامج بالتعاون مع وزارة الدفاع، أن إحنا نجيب هؤلاء الشباب شرائح. عملنا يمكن أكثر من 20 برنامج، بيقعدوا في أكاديمية نصر العسكرية، بيعرفوا يعني إيه الأمن القومي المصري، تحديات الدولة المصرية، ناخدهم الصاعقة، ناخدهم المظلات، يزوروا المجلس القومي للمرأة، يزوروا البرلمان المصري، يتقابلوا مع وزراء تانيين، نعمل لهم رحلات يعني سياحية، عروض فنية ثقافية، يشوفوا البلد. الولاد بيتغيروا، وبنحط عليهم مسؤولية ان هم يصححوا هذه الأفكار في الخارج، مع طبعا احترامي الشديد والكبير للإعلام، إنما الولاد دول هم المادة الإعلامية اللي الدولة محتاجاها عشان يصححوا هذه الأفكار، لأن هو بيتكلم بثقافة الدولة اللي هو جاي منها بنفس الطريقة بنفس الفكر. فكل ولد اللي جاي من الصين غير اللي جاي من أمريكا غير اللي جاي من أوروبا، كل واحد بيركز على النقطة اللي المجتمع بتاعه فهمها غلط. فعشان كده تصحيح الصورة السلبية أو الكاذبة اللي بتتقال على الدولة مهمة الجيل الثاني والثالث، وده اللي احنا الحقيقة سواء شغلنا أيضا مع الجاليات المصرية في الخارج، مؤتمر الكيانات، كل هذه الأنشطة وكل هذه الفعاليات لتصحيح وللصد الحقيقة وحماية هؤلاء الجالي أو هذه الجاليات من تلك الأفكار. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذا الحوار مع ضيفتنا معالي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. تكلم عربي أيا كان مكانك، أيا كانت لغاتك التانية، هتفضل الأولى هي الحبيبة، هي الحبيبة، هي الحبيبة. تعرف تقول ورايا تحيا مصر؟ تكلم عربي، كلم عربي، كلم عربي. تعتز بمصريتك، تعتز باللغة العربية. اتكلم عربي، اتكلم عربي، اتكلم عربي. أهلا بكم من جديد. مرة أخرى نعود إلى ضيفة هذا اللقاء معالي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مرحبا بك مرة أخرى معالي الوزيرة. أهلا وسهلا. مؤتمرات مصر تستطيع هي أيضا واحدة من أهم إنجازات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ إنشائها في 2015، وهذا العام عقدت طبعا بسبب ظروف الجائحة بتقنية الفيديو كونفرنس، وكان لدينا مصر تستطيع بالتعليم، مصر تستطيع بالصناعة، وهما مجالان مهمان وموضوعان مهمان خصوصا في ظل الجائحة. كان يعني من المهم والمفيد الاستعانة بخبرات مصر النابهة في هذين المجالين.
ما الذي دار خلال مصر تستطيع بالتعليم ومصر تستطيع بالصناعة، وكيف استفدتم من خبرات العلماء المصريين موجودين في الخارج في إدارة أزمة كورونا؟ بالتأكيد أنه ملف من ملفات وزارة الهجرة وبتكليف من القيادة السياسية الاستفادة من الخبرات والعقول المصرية المهاجرة في كافة المجالات، فقررنا أن إحنا ننظم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ولكن كل مؤتمر كان لازم يتواكب مع اتجاه الدولة. بمعنى أنه لما السيد الرئيس أعلن أنه عام 2017 عام المرأة، كنا لازم نعمل مصر تستطيع بالتاء المربوطة لتسليط الضوء على المرأة المهاجرة. لما السيد الرئيس اتكلم عن مشاكل التعليم وتطور ملف التعليم، عملنا مصر تستطيع بالتعليم. لما كان عندنا موضوعات الري والزراعة، أيضا كان في مصر تستطيع بالأبناء النيل. أول واحد كان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصر تستطيع بالاستثمار، وبنعد لمصر تستطيع بالصناعة. إنما كل مؤتمر بالإضافة إنه هو مواكب لاتجاهات الدولة والقيادة السياسية، كان لابد من التعاون مع كل الوزارات المعنية بهذا الملف. فكل ملف من ده بالتأكيد كان معايا وزير الري، وزير التربية والتعليم، وزيرة التخطيط. الحقيقة كان نوع من أنواع الشراكة، والشراكة ما بين الوزارتين أو الثلاث وزارات، لأن برضو التعليم العالي كان معانا في مصر التعليم، إنما أيضا كان في قطاع خاص، كان في العديد من المهتمين بهذه الملفات، بالإضافة طبعا لخبرائنا في الخارج. أول مؤتمر كان أكثر المؤتمرات تحديا لوزارة الهجرة، لأنه ما حدش كان من الخبرات في الخارج متأكد أنه دولة دلوقتي مصر الجديدة بتفتح أبوابها لهذه الخبرات، وأنه مش هيحصل فيهم زي ما حصل قبل كده أنه بيجوا في النهاية ما فيش استفادة. هناك إرادة سياسية حقيقية للاستفادة منهم. اكتشفوا كده، اكتشفوا أنه في إعداد جيد، أنه في اهتمام القيادة السياسية، أنه سيد الرئيس بيقابلهم، أنه سيد الرئيس بيدي التكليفات بمتابعة ما يعني قرروا من توصيات في كل مؤتمر. عشان كده مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بيجي كنسخة سادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وإن شاء الله سيعقد مارس أبريل، إن شاء الله ربنا يرفع هذا الوباء من مصر والعالم كله، عشان نقدر نعمل أو نرجع المؤتمرات بشكلها اللي احنا تعودنا عليه. ولكن استعدادا لهذا المؤتمر اللي بيتواكب أيضا مع اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة، كان لابد من تنظيم جلسات حوارية افتراضية مع كل ملف، لأنه الحقيقة ملف صناعة كبير جدا. يعني عند حضرتك ملف السيارات، وملف صناعة الغزل والنسج، وصناعة الكيماويات، وصناعة التكنولوجية، حاجات كتيرة جدا. فعشان كده ابتدينا بأول جلسة حوارية كانت مع طبعا الاقتصادية الكبيرة نعمة شفيق المصرية البريطانية، وكان بمشاركة الوزيرة هالة سعيد وأيضا المهندس محمد السويدي، بنتكلم عن الصناعة في جائحة كورونا والتطور اللي حصل في هذا الملف. بعدين عملنا الجلسة الافتراضية الثانية عن صناعة الغزل والنسيج، وكان معنا وزير قطاع الأعمال وثلاثة من الخبراء المصريين من جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا عملنا مصر تستطيع بصناعة السيارات، وكان معنا وزيرة التجارة والصناعة، وزير الإنتاج الحربي، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكان معنا يمكن أربعة من المتخصصين والخبراء في مجال صناعة السيارات. بعد إن شاء الله أجازة الأعياد نعاود، عندنا التمويل الصناعي، عندنا صناعات البيولوجية، عندنا صناعات التكنولوجية، كل ده بنعده ليه؟ لأنه أنا باخد توصيات كل جلسة من جلسات هذه الجلسات الحوارية، وبديها للوزير المعني بعد هذه المناقشات، عشان أنا عايزة أوصل في المؤتمر إلى نتائج، مش عايزة أن أنا أبتدي من الصفر، يكونوا هم عرفوا الدولة بتعمل إيه، وإحنا عرفنا هم ممكن يقدموا لنا إيه. معالي الوزيرة، مصر رغم جائحة كورونا كانت مهتمة جدا بإتمام والانتهاء من الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور. كان لدينا انتخابات مجلس الشيوخ، كان لدينا انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها، وبالطبع مع حرص متزايد من المصريين الموجودين في الخارج على المشاركة في ممارسة حقهم الدستوري، نظمتم وسهلتم عملية التصويت خلال
الاستحقاقين الانتخابيين، يعني ما الذي قدمتموه لتسير هذه العملية بشكل سلس؟ بالتأكيد كان العمل مع يعني الله يرحمه المستشار لاشين إبراهيم الحقيقة كان شغل كبير جدا، رجل وطني يعني سنفتقده جدا جدا، لأنه الشغل ما بين وزارة الهجرة وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اللحظة الأولى لإعلان الهيئة بتواريخ هذه الانتخابات كان لابد من يعني تشكيل فريق العمل في غرفة عملية وزارة الهجرة للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية الانتخابات، خاصة وأن الدولة في ظل جائحة كورونا اعتمدت على البريد السريع، وده الحقيقة أو دي طريقة جديدة الدولة يعني ما قالتش احنا خلاص يعني مش هنسمح للمصريين في الخارج ان هم ينتخبوا طالما مش هينزلوا للقنصليات والسفارات، انما الدولة سهلت عليهم هذا الموضوع بالبريد السريع. ابتدينا ان احنا نوعيهم ونشرح لهم، حتى انا كنت بعمل حقيقة فيديوهات شرح بنفسي للمصريين ازاي بيتم طباعة الورقة، وازاي يتم ان احنا نحط الورقة في ظرف وظرف اخر يتحط فيه الاوراق والمستندات التالية. كان في نوع من انواع التوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات، وأنه يكون المصري جندي في الخارج مش بس سفير، يقدر أنه هو يثبت للمجتمع اللي هو قاعد فيه أنه هو بيشارك في بناء دولته. عملنا هذا الموضوع في انتخابات مجلس الشيوخ، وبعدين بعد كده أيضا عملناه في انتخابات مجلس النواب. غرفة العمليات كانت الحقيقة بتشتغل على مدار الساعة، أي مشكلة أي حاجة مش فاهمينها خط ساخن ما بيننا ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على هذه الاستفسارات والتغلب أيضا عليه. فبالتأكيد كانت تجربة أيضا ثرية فيما يتعلق بتمثيل المصريين في الخارج داخل مجلس النواب، لأن احنا عندنا 8 أعضاء في مجلس النواب، فيمكن كان في عايز أقول يعني أكثر رغبة من المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب. ولكن أيضا مجلس الشيوخ يعني فوجئت من كثر الاستفسارات أن أيضا في اهتمام بانتخابات مجلس الشيوخ. مراكب النجاة واحدة من المبادرات المهمة منذ أوائل 2020 تبنتها وزارة الهجرة في إطار تكليف رئاسي من رئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بضرورة التعامل بشكل جدي مع مشكلة الهجرة غير الشرعية. عملتم على عدة محاور، محور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، محور توفير بدائل اقتصادية، فرص تدريب، وحضرتك بنفسك أدرتي لقاءات مباشرة مع آلاف من الشباب من السيدات خصوصا في المحافظات التي تصف بأنها مصدرة للهجرة غير الشرعية. حدثينا أكثر عن الواقع، الواقع الذي لمستيه من خلال لقاءاتك، وكيف تعاملتم في خطتكم مع هذا الملف. في عام 2016 أعلن السيد الرئيس نجاح الدولة المصرية بعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، وهذا النجاح الحقيقة يعود لكل مؤسسات الدولة، كل الوزارات اللي اشتغلت في هذا الملف، منظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة. إنما للحفاظ على هذا النجاح أطلق السيد الرئيس في عام 2019 المبادرة الرئاسية مراكب النجاة في مؤتمر شباب العالم، ويكلف وزارة الهجرة بسرعة تنفيذ هذه المبادرة. السيد الرئيس في هذه المبادرة ما سمهاش مراكب الموت، ما سمهاش مراكب الهلاك، سماها مراكب النجاة. ليه؟ عشان هو عاوز يدي الأمل والفرص البديلة لهؤلاء الشباب، وعايز يديهم رسالة إنه الدولة واقفة معاكم. عايز تهاجر، إحنا مش ضد الهجرة الشرعية، ولكن إحنا ضد الهجرة غير الشرعية حفاظا عليك. عشان كده اشتغلت وزارة الهجرة على طول بهذا الفكر الجديد وبهذه الرؤية الجديدة، انه بننزل المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. رحت يعني دمياط، رحت البحيرة الغربية، الفيوم، المنيا، اتكلمت مع الشباب، لانه قسمت الحقيقة هذه الزيارات، مش بس كنت بزور المحافظات، كنت بزور أيضا القرى. وكانت أول مرة بالنسبة لهم إن هم يشوفوا وزيرة مثلا بتزور قرية تطون في الفيوم مثلا، أو 4 قرى في الغربية. المرأة ليها دور كبير جدا في هذه المبادرة، والأم ليها كلمتها مسموعة في هذه المحافظات. عشان كده كان في تعاون مع المجلس القومي للمرأة عشان أتكلم مع السيدات بطريقة بسيطة إنه حرام نرمي ولادنا. حرام ترق الأبواب. مظبوط. وأيضا وحتى أنا كنت لما بنزل بنعمل لقاءات جماهيرية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة مع الأمهات، لأنه بعد لما بمشي من هذه الزيارات لابد إنه الموضوع
يستمر. عشان كده بعد لما بمشي وبتكلم معهم بتيجي حملات طرق الأبواب استكمالا للزيارة اللي اتعملت مع وزيرة التجارة والصناعة. خصيصا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لابد من توعية الشباب انه بدل لما تدفع فلوس في مركب هجرة غير الشرعية تعال خد قرض من جهاز المشروعات. والحقيقة كنا بنشتغل ان احنا بنجيب لهم نماذج من محافظتهم اللي لجأوا لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجحوا عشان يصدقوا اكتر. فالحقيقة كان في شغل كبير طبعا مع جائحة كورونا. الزيارات يمكن قلت او يعني توقفت، انما بالتأكيد ان شاء الله يعني على ابريل نعاود مرة اخرى. انما ما لمسته اجابة لسؤال حضرتك ازاي الشباب ابتدى يعي بهذه التجربة المريرة انه يرمي نفسه في البحر، في وعي اخر بيد الدولة ازاي. بالتأكيد قرار السيد الرئيس بتنمية منطقة الصعيد ده أيضا مكافحة للهجرة غير الشرعية. إزاي لما بيفتتح المزارع السمكية في كفر الشيخ وخلق فرص عمل ده أيضا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فبالتأكيد أنه مراكب النجاة، وهذا اللفظ والمصطلح الجميل والذكي جدا جدا من القيادة السياسية، أعطى لهذه الشريحة الكثير من الأمل. تؤيدين العمل التكاملي والتعاون وفكرة التكافل، وهذا كان جليا جدا في الكثير من المبادرات، وحتى زي ما حضرتك ذكرتي مبادرة خلينا سند لبعض، وهذا يؤكد على مبدأ التعايش، مبدأ التكافل، ومبدأ التسامح أيضا، لأنه في السنوات السابقة كانت لدينا مشكلة مع وجود مشاكل في ما بين أبناء الجالية المصرية في خارج مصر، ولكن مع وجود وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في 2015 أصبح هناك نهج جديد. عايزة حضرتك تكلميني بشكل أكبر عن وضع الجالية المصرية الآن في مختلف دول العالم في ظل وجود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. يعني خليني أقول لحضرتك أنه من قبل حتى وزارة الهجرة محدش يقدر يشكك في ولاء وانتماء الجاليات المصرية في الخارج لوطنها، إنما كانوا محتاجين القناة الشرعية عشان يوصلوا هذا الحب وهذا الولاء والانتماء. قرار السيد الرئيس بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحكومة المصرية كان قرار واقعه إيجابي جدا، أنه المصريين وجاليات المصرية في الخارج شعروا أنه الرئيس الحقيقة شايفهم، وأنه هو بيثمن على دورهم، وأنه عارف كويس جدا أن هم مستعدين أنه يقفوا، مش بس أنه هم يدوا خبراتهم للدولة المصرية، ولكن يقفوا مع الدولة المصرية في كل قضايا الوطن. علشان كده كان لابد من وزارة الهجرة أنها تشتغل على هذا النهج وتثبت للقيادة السياسية يعني صحة هذا القرار بعودة هذه الوزارة، وتثبت أيضا للجاليات المصرية أن هذه الوزارة ليست وزارة شرفية. علشان كده كان لابد ان احنا نتكلم مع كل الشرايح في نفس الوقت، الجيل الثاني والثالث، الخبرات الخارجية، الخبرات المصرية في الخارج، العمالة البسيطة في منطقة الخليج، المرأة المهاجرة، شريحة الدارسين في الخارج، حتى المهاجر غير الشرعي بنكلم. انما طبعا عندنا الكثير من المسميات للجاليات المصرية في الخارج، النوادي والاتحادات والنقابات والروابط. فكان قبل وزارة الهجرة ده بقى اللي يمكن الفرق، انه كان في بعض الخلافات وبعض المشاكل فيما بينه. فالحقيقة دخلنا هذا الملف بمنتهى الحرص، قلنا لهم يا جماعة كلكم بالعكس يعني على مسافة قريبة من الوزارة او من الدولة ممثلة في هذه الوزارة. وبعد يعني جهد كبير عملنا أول مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج، كل الأطراف اللي كان عليها يعني أو بينها خلاف مش قادرة أقول لحضرتك، لما كلهم قعدوا مع بعض ولما نظمنا لهم زيارات للجلالة والعاصمة الإدارية حسوا أن هم كلهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية. وبالتأكيد ده يعني فرض على كل الجاليات المصرية زي ما حضرتك قلتي التسامح، قبول الآخر، إن إحنا في وقت ما ينفعش نتخانق، إحنا في وقت لابد إن إحنا نقف كلنا صف واحد للدفاع عن الدولة المصرية في الخارج. فاصل قصير نعود بعده إلى معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. We'll be right back.
بكم من جديد. وفي ضيافتنا في هذا اللقاء معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أرحب بك مرة أخرى معالي الوزيرة. أهلا وسهلا معالي الوزيرة. أيضا هناك أهمية كبرى توليها الوزارة لبرنامج شباب الدارسين، تهتمون كثيرا بهذا الجيل من أبناء المصريين في الخارج، وكانت لهم زيارات إلى مصر، رافقتهم إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية والمزارات السياحية. أيضا حدثينا أكثر عن محاور التي ركزتم عليها في التعامل معهم ومدى أهمية وجودهم في خارج مصر. الحقيقة ملف الدارسين في الخارج ملف جديد أضفته إلى ملفات وزارة الهجرة، والحقيقة اكتشفته بعد أزمة العالقين، لأنه من ضمن الشرائح اللي الدولة رجعتها شريحة الدارسين المصريين في الخارج، والحقيقة كان فيه شغل كتير جدا وطلبات من أولياء أمورهم. ابتديت أثناء العمل في أزمة العالقين أن أنا أأيد أعمل قاعدة بيانات لكل الطلبة اللي راجعين، وبالتأكيد كل المشاهدين شافوا صورتهم في مطارات القاهرة وهم رافعين الباسبور المصري، فخورين أن دولتهم قدرت أن هي ترجعهم في ظل هذه الجائحة. عشان كده قلت بعد لما رجعناهم، بعد ما خلصنا أزمة العالقين، قلت لابد أنه أنا أشتغل مع الولاد دول. ابتدينا يمكن ب15 ولد وبنت، وابتديت أن أنا أخذهم في مقابلات مع وزراء، خاصة أول وزير كان معالي وزير الري، بنتكلم عن سد أثيوبيا. الحقيقة فوجئت بأسئلتهم وفوجئت بالمعلومات اللي عندهم، يعني أنا ومعالي وزير الري ما تخيلناش أنه لديهم من المعلومات، وحبهم أن هم يردوا على كل اللي بيتقال لهم في الخارج من معلومات وأخبار مضللة. عشان كده قلت لا، لابد بقى أن احنا نشتغل مع هذه الشريحة. فبعد وزير الري قابلوا وزير الاتصالات، زاروا القرية الذكية، قابلوا دكتورة مايا مرسي في المجلس القومي للمرأة، يعني أخذتهم في كل حتة، حتى المحميات، حتى سقارة، حتى روضة السيدة والأسمرات، عشان يشوفوا إزاي العشوائيات تحولت إلى أماكن لائقة للمصريين البسطاء. ومش بس كده، إنه إحنا مش بس بنعدل في حجر، ده إحنا بنعدل في بناء الإنسان. وده الحقيقة توجه القيادة السياسية، إنه الولاد في هذه المنطقة يطلعوا يعني مواطنين أصحاء. أخذتهم العاصمة الإدارية الجديدة، أخذتهم مدينة الجلالة، شافوا كل حاجة في مصر. بعد ما خلصنا هذه الزيارات، وأنا حرصت الحقيقة أن أنا أكون معاهم، لأنه يعني بسمع منهم أفكار وبشوف بيفكروا في إيه واهتماماتهم إيه، كل ده بيخلي عندي الكثير من الموضوعات اللي أنا عايز أشتغل فيها. حتى راحوا المحميات مع معالي وزيرة البيئة. بعد ما خلصنا هذا البرنامج قلنا ندخل بقى في جد أكتر، ولابد أن إحنا نشتغل. وعملت لهم جلسة حوارية حتى مع اللي رجعوا برا مرة تانية، لأنه جامعاتهم فتحت، في البعض فتح وفي البعض لسه مغلق، فهم قاعدين هنا في مصر. وابتدينا نشتغل على وضع استراتيجية لشريحة الدارسين في الخارج، لأن احنا مقدمين على طبعا فترة فيها الكثير من التحديات. إزاي أن أولادنا في الجامعات، هذه العقول المهاجرة، يقدروا أن هم زي ما أنا قلت في البداية يدوا الأخبار الصحيحة والصادقة عن الدولة المصرية، ويشتغلوا معنا في التأثير على المجتمعات والجامعات اللي هم فيها عشان يسندوا الدولة المصرية. طيب ماذا بشأن دور الوزارة في جذب مستثمرين من خارج مصر، في عقد شراكات مع منظمات دولية أو إقليمية لإقامة مشروعات في مختلف المحافظات؟ ده بالتأكيد كان من نتائج مصر تستطيع بالاستثمار، لأنه بالتأكيد أنه فتح الأبواب أمام هؤلاء المستثمرين، وأيضا أن احنا نعرفهم بالتشريعات الجديدة الخاصة بقانون الاستثمار وما إلى ذلك، كان مهم جدا في هذا المؤتمر. ونتائجه الحقيقة ما كنتش متوقع أن هي تبقى بهذا الحجم، يعني المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس في طنطا، إزاي يعني لو حضرتك شفتيها حاجة بنت نوع جديد من التفاعل ما بين المواطنين لمنطقة بتخدمهم وبتخدم أسرهم. أيضا الكثير منهم أيضا عملوا بعض المشروعات الاستثمارية مع مصنع الرخام في الجلالة، اشتغلنا على حتى مع وزارة القطاع الأعمال في الأخشاب.
فأنا سعيدة الحقيقة بنتائج مصر تستطيع بالاستثمار، ومن بره مصر تستطيع بالاستثمار. كل اللي بيجي لي الحقيقة من مستثمر مصري جاد في الخارج بقف جنبه وبساعده، وأي معوقات أو أي مسائل يمكن هي بتعوقه في شيء معين بالعكس بنساعده. وبيساعدني في ذلك المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لأن احنا افتتحنا مع بعض في المركز بتاعه يعني قاعة خاصة بالمستثمرين المصريين في الخارج، وفريق من وزارة الهجرة بيشتغل مع الهيئة العامة للاستثمار للتشجيع بالخريطة الاستثمارية. معالي الوزيرة، تم تكريمك من سفارة قبرص تقديرا لدورك في مبادرة إحياء الجذور، هذه المبادرة المهمة التي كان من أهم أهدافها هو ربط الجاليات الأجنبية اللي كانت موجودة في مصر، كانت تعيش على أرض مصر منذ سنوات طويلة، إعادة وإحيائها وإحياء الأجيال فيما بعدها يعني من الأحفاد. ومصر بذلك كانت أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أراضيها. حدثينا أكثر عن هذه المبادرة. بالتأكيد مبادرة يعني رئاسية أطلقنا عليها اسم العودة للجذور، وهي مبادرة الحقيقة كانت بتتماشى مع التعاون الثلاثي ما بين مصر واليونان وقبرص. وفكرت أنا والوزير اليوناني والوزير القبرصي أن احنا نبرز دور القوة الناعمة في مساندة هذه الجهود الدبلوماسية الرسمية. عشان كده عرضت على السيد الرئيس مبادرة العودة للجذور، وحصلت على أيضا الرعاية الكريمة منه لهذه المبادرة، وابتدينا نشتغل أنا والوزير اليوناني والوزير القبرصي على تسليط الضوء على دور الجاليات اليونانية والقبرصية اللي كانت عايشة على أرض الدولة المصرية، خصيصا في الأسكندرية وبورسعيد. وبعدين عملنا احتفالية كبيرة جدا حضرها وشرفها السيد رئيس الجمهورية وأيضا الرئيس اليوناني والرئيس القبرصي، ويعني دعينا 150 من اليونانيين المصريين والقبرصة المصريين اللي رجعناهم يشوفوا مدارسهم وكنايسهم ومستشفياتهم وأحيائهم. بالتأكيد كان يعني كانت مبادرة هائلة جدا وسعيدة بنجاحها، وطورنا عليها طبعا في ظل جائحة كورونا ما سكتناش، ابتدينا ان احنا نعمل الكثير من الفعاليات طب يعني عبر تقنية زوم مع الأطباء المصريين من الثلاث دول، مع رجال الأعمال من ثلاث دول، مع الشباب من ثلاث دول. إن شاء الله يعني بعد هذه الجائحة نعاود الأنشطة والزيارات عشان نطور من هذه المبادرة. وبالتأكيد تكريم السفارة السفير القبرصي لهذه المبادرة في ختام هذا العام بالتأكيد كنت سعيدة به. أيضا ماذا بشأن توظيف التكنولوجيا لجهودكم؟ يعني لديكم عدة تطبيقات إلكترونية تسهل على المصريين في الخارج التواصل معكم بشكل جد وفعال. كل المبادرات الحقيقة اللي أطلقتها وزارة الهجرة، يعني مبادرة تكلم عربي، المعسكرات للأطفال عبر تقنية زوم، ويعني يمكن عملنا كندا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت والإمارات والسويد وألمانيا، كل ده عبر تقنية زوم. بالتأكيد الموقع الإلكتروني وغرفة العمليات التواصل التكنولوجي ما بيننا ما بين الجاليات في الخارج، استراتيجية الدولة أو وزارة مصر أيضا، وبالتأكيد تطبيق اتكلم مصر الابليكيشن على الاندرويد وعلى الابل، ازاي ان المصري في الخارج على تليفونه يقدر يسمع اخبار مصر والتطورات اللي بتحصل فيها، وايضا اماكن ومواقع السفارات والقنصليات في الخارج. يعني بقدر الامكان بنحاول انه في ظل هذه الجائحه، وطبعا مع توقف زياراتي للخارج عشان اقابل الجاليات، انما بالتاكيد يعني استخدام الادوات التكنولوجيه كان ليها طبعا الكثير من المردود الايجابي. في يوليو 2020 أيضا احتفت الوزارة بمرور عام على رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا، وأطلق على ذا الشهر أنه شهر الحضارة المصرية بكندا. يعني حدثينا أكثر عن هذه الفعالية. بأؤكد على دور الجاليات والمصريين في الخارج، زي أن هم بيشتغلوا على رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو. النائب المصري الكندي شريف سبعاوي، وهو من أو تقريبا النائب الوحيد المنتخب في برلمان أونتاريو، اشتغل الحقيقة وساعدته في ذلك على إعلان برلمان أونتاريو أنه شهر يوليو شهر الثقافة والحضارة المصرية.
ولما طلع القرار وصدر طبعا كنت في غاية السعادة انه نجح ان هو يمرر هذا القرار، وده شغل نائب وشغل جالية مصرية في كندا. والحقيقة لما تقرر رفع العلم دعوني ان انا اروح واحضر رفع العلم بالتأكيد، يعني ما فكرتش مرتين ان انا اروح، وقد كده كنت فخورة وكنت سعيدة وانا برفع العلم المصري امام هذا البرلمان، و حولي طبعا السفير المصري في كندا النائب شريف سبعاوي أعضاء الجالية المصرية الجيل الثاني والثالث من كندا. بالتأكيد جهد ملموس، وده اللي أنا الحقيقة إحنا بننتظره من المصريين في الخارج، إزاي إن هم في أماكنهم والمناصب اللي هم وصلوا لها إزاي إن هم يعلوا شأن الوطن في الخارج. عن الوزيرة، اختارك المصريون في الخارج لتكوني شخصية العام، ومنهم من يصفونك بأنك امرأة فولاذية، ما الذي يعني لك هذا اللقب؟ يعني كنت سعيدة ومقدرة طبعا باللي عملوه الحقيقة، ولكن في الاحتفالية اللي نظمتها يعني رموز الجاليات المصرية في الخارج أيضا عبر تقنية زوم، يعني طبعا يعني شكرتهم جدا جدا، ولكن قلت لهم الحقيقة كل واحد فيهم هو شخصية العام، لأنه بالتأكيد أنه في ظل جائحة كورونا وفي قضايا الوطن موضوع سد أثيوبيا، يعني الحقيقة اشتغلوا يعني على غير المتوقع للوقوف مع الدولة المصرية في ظل الجائحة في ظل كل القضايا. فبالعكس أنا سلمتهم هذه الجائزة لكل عضو، كل عضو من رموز الجالية المصرية، أن هو فعلا هو شخصية العام 2020. أخيرا معالي الوزيرة، ماذا في أجندة الوزارة لعام 2021؟ يعني بالتأكيد مصر تستطيع بالصناعة إن شاء الله، يعني زي ما قلت ربنا يرفع الوباء، ويعني ننظم هذا المؤتمر، إعلان الاستراتيجية اللي بتنظمها وزارة الدولة لشباب الدارسين في الخارج، وقوة ناعمة أخرى بتضاف إلى ملفات وزارة الهجرة، اتكلم عربي طبعا، البرامج بتبدأ بالتوعية بالشأن الداخلي المصري بلغتنا العربية بمبادئنا بتقاليدنا، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على المزيد. أنا في نهاية هذا اللقاء أشكرك معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وأتمنى لك عاما جديدا سعيدا مليئا إن شاء الله بالإنجازات. شكرا لوجودك معنا. أشكرك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنا في نهاية هذا اللقاء الخاص أشكر لكم المتابعة. إلى اللقاء.